صباح الخير جميعا. على مدار 5 سنوات شهدت الدولة المصرية مشاركة فعالة من أبناء المصريين في الخارج. الحقيقة شفناهم في الكثير من المؤتمرات، شفناهم في الكثير من جلسات الحوار، ساعدوا الدولة بخبرتهم وساعدوا الدولة بأفكارهم بعلاقتهم في الخارج. كل الحقيقة هذه المشاركات حتى في موضوعات التنمية ومساعدة الدولة في قضاياها وهمومها الحقيقة كان شيء مقدر جدا من الدولة. إنما المشاركة السياسية بتأتي على قائمة هذه المشاركات، وشفنا الحقيقة المصريين في الخارج في كل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحتى التعديلات الدستورية في عام 2019 كانت المشاركة فعالة، وكانت الحقيقة الشعلة اللي تم إطلاقها في البداية قبل حتى الانتخابات أو الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل. النهاردة بنكرر هذا الموضوع بدءا من اليوم 25 يوليو وحتى 31 يوليو، بيقوم المصريين في الخارج بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.election.eg. يقدروا ان هم يسجلوا فيهم بيانات بسيطة جدا علشان يحصلوا على الرقم الكودي للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و10 أغسطس إن شاء الله. إنما قبل لما نبدأ في إزاي هيتم عملية الانتخاب النهاردة، مهم جدا إن كل المصريين من 9 الصبح ل9 مساء يدخلوا على موقع إلكتروني ويبتدوا يسجلوا بياناتهم. طيب ليه أنا يعني مصرية في الخارج أو مصري في الخارج أشارك في انتخابات مجلس الشيوخ؟ الحقيقة أنا مصري في الخارج مهتم جدا ببناء مؤسساتي الدستورية والتشريعية. أنا عندي حقوق ولي أيضا واجبات. أنا مشاركة في صنع القرار المصري، وأنا من حقي أن يبقى عندي وكيل داخل المجالس النيابية عشان يوصل صوتي للدولة فيما يتعلق بمشروعات القوانين أو فيما يتعلق بأي حاجة تحال إلى مجلس الشيوخ. فإذن هو حق أصيل ليا لابد أن أنا أستخدمه لما الدولة بتندهلي وبتقولي يلا ده وقت مشاركة المصريين في الخارج. حب الوطن مش فقط بالأغاني ومش فقط بالمسلسلات، حب الوطن والمشاركة في بناء التنمية وبناء مستقبل مصر بيجي الحقيقة بالمشاركة السياسية. طيب مجلس الشيوخ حضراتكم شاركتوا في التعديلات الدستورية عام 2019، والحقيقة هذه التعديلات تضمنت إنشاء مجلس الشيوخ المصري. وطالما شاركنا في التعديلات نشارك بقى أيضا في خطوات تنفيذ ما حضراتكم استفتأتوا أو يعني اخترتوا في هذه التعديلات. طيب مجلس الشيوخ ده بيعمل إيه؟ مجلس النواب إحنا فاهمينه، إنما مجلس الشيوخ وظيفته إيه؟ هقرأ لحضراتكم اختصاصات مجلس الشيوخ: دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته. طيب بياخدوا رأيه في إيه مجلس الشيوخ؟ مجلس الشيوخ بياخدوا رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كل معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة المصرية، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وأخيراً ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياساتها الخارجية سواء العربية أو الخارجية. إذن مجلس الشيوخ مهم جداً بالنسبة لنا إن إحنا كمصريين في الخارج نشارك في بنائه ونشارك في اختيار المرشحين اللي
بكرة إن شاء الله الحد سيتم الإعلان من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الإلكتروني بالسيرة الذاتية لكل المرشحين، وبالتأكيد على موقع الوزارة عشان حضراتكم تقدروا تعرفوا بيوم 9 ويوم 10 مين اللي حضراتكم هتختاروه لعضوية مجلس الشيوخ. طيب هنختار إزاي؟ والحقيقة احنا وضعنا على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة الفيلم او الفيديو الحقيقة اللي انتجته الهيئة الوطنية للانتخابات، فيديو بسيط جدا جدا بيشرح ازاي تتم عملية الانتخاب، ولكن انا هشرحها ايضا لحضراتكم مع الاستفسارات اللي جات لنا الحقيقة من المصريين في الخارج في هذا الاطار. النهاردة زي ما قلت في بداية هذا الفيديو بحضرتك بتبدأ بتسجيل بياناتك على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، تاني بعيده www.elections.eg. حضرتك بتدخل بيانات بسيطة جدا، اسم حضرتك، العنوان، رقم القومي، حاجات بسيطة جدا. بعد ساعة أو ساعتين هيجي لحضرتك الرقم الكودي بتاع حضرتك الشخصي، هذا الرقم شخصي وسري للغاية، أرجوك الرقم ده ما تديهوش لحد، ما تعرفوش لحد، عشان هذا الرقم ده اللي حضرتك هتدخله مرة أخرى يوم 9 أو 10 أغسطس عشان تنتخب بيه. لا عايزين جماعات إخوانية في الخارج تعرف هذا الرقم ويتم استغلاله بطريقة خطأ وتفقد صوتك ويفسد العملية الانتخابية. طيب سجلنا وخدنا الرقم الكودي، بنحتفظ بيه ليوم 9 و10 أغسطس الجاري. يوم 9 و10 أغسطس حضرتك بتدخل مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، ولما بتدخل الرقم هيظهر لك قائمتين أو نموذجين. أول نموذج ده النظام الفردي اللي حضرتك هتختار منه، ونموذج القائمة. طيب أنا هيجيلي كل 27 محافظة؟ لا، هيجي لحضرتك فقط المحافظة بتاعة حضرتك بناء على المعلومات اللي حضرتك دخلتها في التسجيل من النهاردة لغاية يوم 31/7. فبيجي لك المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم التابع للمحافظة بتاعت حضرتك. أنا من القاهرة سجلت بياناتي، كتبت أنا محافظة القاهرة، يوم 9 هيطلع لي القوائم الفردية بتاعتي، هختار منها، هختار قائمة واحدة فقط من هطبعه من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، قائمة واحدة فقط. طب بالنسبة للفردي هختار واحد، هختار اثنين، هختار خمسة، هعمل ايه بالظبط؟ طيب هننزل على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة وصفحة الفيسبوك العدد اللي المفروض حضرتك تختار منه، لأنه الهيئة الوطنية للانتخابات قسمت المحافظات كلها 27 محافظة، و27 محافظة دول 27 دائرة. فعلى سبيل المثال أنا حدي بس نموذج، إنما كل هذه الأرقام بالمحافظات هتنزل على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة. عندك على سبيل المثال محافظة القاهرة 10 مقاعد، يعني لو حضرتك شفت 22 مرشح لمحافظة القاهرة حضرتك هتختار 10 فقط. الأسكندرية 7 فقط، القليوبية 6 فقط. فإذا هذا البيان مهم جدا جدا عشان حضرتك تقدر ان انت يوم 19 تبقى جاهز تعرف العدد في النظام الفردي. طيب طبعنا الورقتين، الورقتين هنحطهم في ظرف مغلق ابيض مش مكتوب عليه اي حاجة، لا هنحط علامات ولا هنحط علم مصر ولا هنحط تحية مصر ولا هنحط حاجة خالص عشان ما نبطلش صوتنا. الورقتين هيتحطوا في هذا الظرف، وظرف آخر أكبر منه هيتحط الظرف ده مغلق في هذا الظرف الكبير. إيه اللي هيتحط بقى مع الظرف المغلق في الظرف الكبير؟ ثلاث حاجات، هنحط صورة الرقم القومي بتاعنا أو جواز السفر، وهنحط الإقرار اللي هيطلع لنا يوم 9 اللي فيه أنا بأؤكد إن دي بياناتي، هطبعه أيضا، وهطبع كمان أو هصور كمان صورة الإقامة لو أنا في دولة يعني أمريكية أو أسترالية، هصور صورة الجواز الأجنبي اللي بيوري إن أنا مقيمة في الدولة دي. فإذا ظرف كبير ف
في ظرف صغير في النموذجين الفردي والقائمة بيتم غلقه ووضعه داخل هذا الظرف، وأيضا ثلاث ورقات جوه هذا الظرف: الإقامة، صورة جواز السفر أو صورة البطاقة الرقم القومي، وأيضا صورة الإقرار اللي هتظهر لحضرتك يوم 9 أو 10. ظرف ده كبير هيتحط عليه العنوان بتاع البعثة الدبلوماسية اللي حضرتك تابع ليها، وأيضا على موقع الوزارة هنحط كافة العناوين الخاصة بالبعثات الدبلوماسية في الخارج. وحضرتك مشكورا هتبعت هذا الظرف بالبريد المستعجل للسفارة أو البعثة الدبلوماسية اللي حضرتك تابع ليها قبل يوم 12. فعشان كده قلنا البريد المستعجل أو البريد السريع، عشان هذا المظروف يقدر يوصل. أما بيوصل هذا المظروف للبعثة هيروح مخرج الظرف اللي فيه الترشيح بتاع حضرتك، هيحطه في صندوق الانتخابات، والظرف الآخر اللي فيه كل ما يتعلق ببياناتك هيتأكد أنه حضرتك أنت اللي عملت الظرف ده. الموضوع يمكن يبان شوية يعني مليء بالإجراءات، إنما هو بسيط للغاية، وإجراءات نفسي وحضرتك بتعملها ابنك أو بنتك يكونوا جنبك عشان يشوفوا وتعلمهم درس في مشاركة حضرتك السياسية في بناء دولتك. احنا عايزين بقدر الإمكان ننقل للجيل الثاني والثالث أهمية مشاركتكم، أهمية الحصول على جواز السفر المصري، أهمية الحصول على بطاقة الرقم القومي. من فضلكم ما تكسلوش على إصدار مثل هذه المستندات لأولادكم. جالنا استفسارات كثيرة جدا جدا فيما يتعلق بهذه العملية الانتخابية. على رأسها أنا مصرية مقيمة في الخارج، ولكن أنا نزلت مصر بقضي أجازة الصيف بعد فتح المطارات. حضرتك ممكن أنه تتوجهي يوم 11 و12 أغسطس اللي هو انتخابات الداخل، علشان تضلي بصوتك هنا من حقك وانت على أرض الوطن، أن انت ببطاقة الرقم القومي هتعرفي اللجنة اللي حضرتك تابعة فيها، وتقدري أن انت تنتخبي من داخل الدولة المصرية. السيرة الذاتية زي ما ذكرت لحضراتكم، بكرة إن شاء الله الهيئة الوطنية للانتخابات هتعلنها على موقعها الإلكتروني، وأيضا سنعلنها على الموقع الإلكتروني لوزارة الهجرة. تسجيل البيانات مهم جدا، مهم إن أنا أتأكد من كافة البيانات، لأن أنا بطبع الورقة مرة واحدة فقط. النموذجين اللي اتكلمت عليهم بيتم طباعتهم مرة واحدة فقط، ومش هينفع إن حضرتك تصور، لأن يوجد علامات حماية للقائمة أو النموذج الفردي ونموذج القائمة. فلازم حضرتك تبقى عارف كويس جدا هتختار مين، عشان لما تطبع الورق وتقول لا أنا طيب هصوره واختار ناس تانية، مش هينفع، هيبطل الصوت، لأن هناك علامات حماية للبطاقة الانتخابية. الرقم الكودي زي ما ذكرت حضرتك مهم جدا جدا، ومن فضلك ما تقولوش لأي حد. بطاقة الرقم القومي للانتخابات ممكن تكون سارية وممكن تكون غير سارية، يعني ما تقولش أنا بطاقتي يعني انتهت صلاحياتها. مع بطاقة الرقم القومي ممكن حضرتك تدلي بصوتك حتى لو هي غير صالحة، ولكن جواز السفر المصري لابد أن يكون صالح وعشان تقدر أنه حضرتك تنتخب بيه. طب أنا اسمي دخلت كل البيانات ولكن ما ظهر ليش الرقم الكودي، هو أنا مش على قائمة الناخبين؟ الحقيقة يعني طالما حضرتك معاك رقم قومي، وطالما حضرتك معاك جواز سفر مصري مسجل عليه الرقم القومي، على طول هيطلع لك الرقم الكودي. لو ما ظهر لكش هذا الرقم يبقى هناك مانع قانوني، بعد كده ممكن حضرتك تراجع السفارة أو القنصلية أو وزارة الهجرة عشان نعرف ما هو المانع القانوني ونقدر نفيد حضرتك. التسجيل طالما حضرتك سجلت في الخارج ما ينفعش تسجل بعد كده في الداخل لو نزلت لأي ظرف، لأنه أول لما حضرتك بتسجل في الخارج بيتلغي اسمك في لجان داخل مصر، فده برضو عشان نبقى عارفينها. والبيانات بالتأكيد باللغة العربية. آخر سؤال وهو سؤال الهام جدا، لماذا المصريين في الخارج غير ممثلين في مجلس الشيوخ؟
اولا خليني في البدايه اقول المصري في الخارج مش محتاج نص دستوري عشان يشارك دولته في بنائها. المصري في الخارج كلنا شاهدين له بولائه وانتمائه وقدرته على الحقيقه افاده الدوله بخبراته بعلمه بكل اتصالاته. ولكن الحقيقه المجلس النواب قانون مجلس النواب والتعديلات الدستوريه ميزت 6 شرائح في مجلس النواب: المراه، المصريين في الخارج، الشباب، العمال والفلاحين ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين الأقباط. هذه 6 شرائح دول ممثلين داخل مجلس النواب، إنما في مجلس الشيوخ زي ما قلت لحضراتكم تلت بالاقتراع المباشر السري، والتلت الآخر بيتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية. وهذا التعيين سيد رئيس الجمهورية ليه كافة الحقوق إن هو يختار من يراه مناسبا لهذا التعيين، ولكن في مجلس الشيوخ هذا التلت الآخر هو ميز فيه شريحة واحدة أو فئة واحدة من 6 شرائح اللي تم تمييزها في مجلس النواب، وهي المرأة. المرأة 50% من المجتمع المصري، 50% من قوى الانتخابية، ومحدش يقدر ينكر دور المرأة المصرية من 2011 وحتى وقتنا هذا، وبتثمن القيادة السياسية على دور المرأة في الخارج وفي الداخل. عشان كده نسبة المرأة أو تواجد المرأة من 6 شرائح اللي شرحتها لحضراتكم هي بس اللي هتكون ممثلة داخل مجلس الشيوخ. بأعيد مرة أخرى إنه هذا الاستحقاق الدستوري مهم جدا جدا إن احنا نشارك فيه، نوري أولادنا إزاي إن احنا مشاركين في بناء دولتنا، المصريين في الخارج سواء يعني صوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب إن شاء الله سيكون ليه مردود قوي. الهيئة الوطنية للانتخابات بشكرها على تعاونها مع وزارة الهجرة في طبعا كل الاستفسارات اللي جت لوزارة الهجرة وكل هذه الإجابات بالتعاون مع الهيئة الوطنية، وإن شاء الله في مجلس النواب في تمثيل المصريين في الخارج أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن الآلية اللي سيتم من خلالها ترشيح المصريين في الخارج داخل مجلس النواب. ربنا يحفظ مصر وربنا يحفظكم جميعا. شكرا جزيلا.